بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله اخواني، وياكم اخوكم الجن نعيمي من قناة زيب العراق. اليوم اخواني اريد نتكلم عن موضوع اللي هو الجهاد الحراري. راح نتكلم انه لا سمح الله انه اذا حدث عندك امر طارئ، دخلت الغرفة طيورك لقيت مثلا درجة الحرارة عالية، طيورك صاير عندها اجهاد حراري، مثلا نسيت، مثلا انت عندك طيور خارج البيت ونسيتها، كنت مشغول وما قدمت لها الماء وجيت عليها ولقيتها صاير عندها اجهاد بسبب العطش او بسبب الحرارة، شنو تتصرف بهذا الوقت؟ تسبب مشاكل ثانية لطيورك ويكون تصرفك صحيح وتنقذ طيورك من هذه المشكلة اللي هي الإجهاد الحراري أو الجفاف أو النقص عند الطيور. كلام أيضا إخواني بعض المنتجات اللي ممكن تقدمها لطيورك في هذا الوقت وتتفادى هاي المشكلة. إخواني الإجهاد الحراري يحدث بسبب ارتفاع درجة الحرارة ونقص السوائل في الجسم عند الطيور. طبعا اذا استمر الجفاف عند الطيور راح يسبب فشل كلوي عند الطير، وايضا راح يسبب مشاكل في الكبد. اذا واجهتك هذه المشكلة ودخلت الغرفة طيورك، شنو تتصرف بهذا الوقت او بهاي الحالة؟ الاخوة يتصرف تصرف خاطئ انه مباشرة يفتح أجهزة التبريد أو يجيب ماء بارد ويرش على الطيور، هذا غلط غلط. نزل درجة الحرارة بشكل مباشر راح تسبب عند مشاكل عند الطيور وما راح يتحمل الطير وممكن يموت. التصرف الصحيح إذا واجهتنا هاي المشكلة، إذا الطير يكون تعبان والطير يكون مجهد وما راح ما يقدر يوقف على المجتمع وما يقدر يطير، نجيب الطير ونجيب ايضا طبعا اخوان نجيب الطير، وهذا عندنا مسبح نخلي بيه ماء مو بارد، ماء يعني تكون درجة حرارة متوسطة، نحضر الطير وننزل ارجل الطير بالماء مدة 10 دقائق. من نزلنا أرجل الطير بالماء هو الطير فقط يقدر يعادل درجة الحرارة عن طريق الأرجل والمنقار مثل ما ذكرناكم في المقاطع السابقة. نخلي في الماء لمدة 10 دقائق وبعدها نرجع الطير لمكانه. إذا لاحظنا الطير بقى على وضعه لازم نقدم للطيور أملاح ومعادن، وبعض المنتجات أكو تحتوي على مادة الباراستيمول. أنا عندي هذا المنتج أستخدمه، ما أعرف إذا متوفر. طبعا هذا يحتوي على مغذي أملاح ومعادن، ويحتوي على فيتامين سي، ويحتوي على الباراستيمول اللي هو يعتبر خافض الحرارة ومسكن. هذا نقدر ان نعطيه للطيور في وقت ارتفاع درجات الحرارة وفي حالات الاجهاد الحراري. طبعا اخواني اذا ما حصلنا هذا المنتج نقدر نستعين بالاملاح والمعادن اللي تباع في الصيدليات. مغذي أملاح ومعادن تقدر تطلبها من الصيدلي وتجي على شكل ظروف، أيضا تحتوي على البوتاسيوم والصوديوم، نقدر نقدمها لطيورنا إذا تعرضنا لمشكلة الإجهاد الحراري. كيس واحد على 1 لتر ونقدمه لطيورنا إذا واجهتنا هاي المشكلة. طبعا إخواني تبديل الماء بشكل مستمر أيضا هذا يحافظ على درجة الحرارة عند الطيور، خاصة لربي في خارج البيت. تقديم فيتامين سي أيضا
مثل ما ذكرناكم في المقاطع السابقة أيضا ضروري ومهم في هذه الفترة. ممكن نستعمل الفيتامين سي الأقراص من الصيدلية، ممكن نستعمل من البيطري أيضا موجود، ممكن نستعمل الخاص بالطيور تصنع بعض الشركة. طبعا أخواني هذا الأملاح والمعادن المغذي البشري، الظرف ماله يعني رخيص مو غالي، يمكن سعره 1000 دينار. نقدر نستعمل أيضا للطيور كيس واحد على اللتر ونقدمه في حالات الإجهاد الحراري. طبعا أخواني أمر مهم أيضا، إذا تواجهك هذه المشكلة ما يصير تقدم الماء، إذا عندك طير صاير عنده إجهاد حراري ما يصير نقدم له الماء فقط، لازم نقدم له مع الماء الأملاح والمعادن، لأن الطير بهاي الحالة يكون عنده نقص في الأملاح والمعادن وجفاف، لازم نعوض هذا الجفاف بتقديم الماء، تقديم المغذي الأملاح والمعادن. الطير إذا شرب كميات ماء كبيرة ما راح تسد النقص اللي عنده، وإما راح ينتكس حالته وإما راح يأخذ فترة طويلة حتى يرجع الوضع الطبيعي. وأشكر صغاركم أخواني، وأي سؤال استفسار نزلونها بالتعليق وإن شاء الله راح نجاوب عليكم.